السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد عبر معرض الكرة العراقية المصور. معكم ممدوح نصر الله، وفرصة للحديث عن كأس الخليج خليجي 25 والتي تقام في العراق وبالتحديد في البصرة، البطولة اللي مستمرة اليوم الثاني على التوالي في هذه البطولة الجميلة. والحقيقة عودة من جديد للدور الأول أو المجموعة الأولى، والمجموعة الأولى اللي متواجد فيها الأربع منتخبات اللي قدموا لنا مباراتين ولا أروع النهاردة، وهي المباراة ما بين عمان واليمن اللي افتتحنا بيها المباراة اللي كانت قاب قوسين او ادنى ان يكون فيها ريمونتادا يمنيه قصاد المنتخب العماني، والمباراه الثانيه اللي كانت ما بين المملكه العربيه السعوديه وطبعا البلد المنظمه العراق. والحقيقه العنوان الابرز في مباراتين النهارده ما كانش ان ماتشات اليوم الثاني في دور المجموعات او الدور الاول او المجموعه الاولى كانت احسن شويه من الماتشات بتاعت اليوم الاول، ولكن الحقيقه النهارده وانت قاعد بتتفرج على المباريات العنوان الابرز كان الامطار الغزيره اللي كانت موجوده في المباراه الاولى واللي امتدت للمباراه الثانيه، ويمكن تسببت في عديد المشاكل داخل الملعب وكانت مصعبه عمليه اللعب وخلافه. وان كان الامطار هي فرصه ان احنا نتكلم عن عديد المواضيع اللي ليها علاقه بالاشياء اللي بتحصل خارج الملعب، ويمكن اهم ما يميز خليجي 25 هو ان احنا محتاجين نتكلم بره الملعب زي ما محتاجين ان احنا نتكلم جوه الملعب عشان خاطر ندي كل ذي حق حقه بما يرضي الله. بس كالعاده وصلك الفيديو الاول، تنزل تخبط اللايك المتين، انزل دوس لايك دلوقتي. ولو انت مش متابع صفحه معرض الكره العراقيه المصوره يا ريت تتابعها، وبرده تابع صفحه الدكتور ممدوح نصر الله على الفيسبوك. وتعالى اكلمك بالراحه على جزئيه المطر واللي من خلالها هنتكلم عن عديد المواضيع التانية. يمكن انا شايف بعض الناس عندها حاله من الامتعاض على فكره التعامل مع الامطار ومشاكل الامطار والقصه دي وخلافه، ولكن انا في حاجه نفسي الناس تفهمها فيما يتعلق بالنسبه للكره العراقيه وبالنسبه للبنيه التحتيه على مستوى العراق في الوقت الحالي. كل واحد داخل العراق في الوقت الحالي، سواء كان مسؤولين، سواء كان ناس متواجده خلف الكواليس، سواء كان عمال، سواء كان ناس مسؤولين داخل الكره العراقيه او خارج الكره العراقيه، او حتى كان الشعب العراقي نفسه، الحقيقه كل الناس بتحاول قدر استطاعتها ان هي تنجح الموضوع على قد ما تقدر. ده بيقابله صعوبات ومعوقات بديهي ان هي لازم تكون موجوده، لان انت عارف كويس ان العراق كبلد كان عليها حظر من جانب الفيفا ان يتم اقامه اي احداث داخلها للسببين اللي احنا اتكلمنا عنهم في الحلقه الاولى، السبب المتعلق بالنواحي الامنيه والحمد لله ده اتحل، والسبب الثاني المتعلق بالنواحي اللوجستيه والبنيه التحتيه والقصه اللي انتوا عارفينها. فانا بصراحه على قد ما انا متفهم ان بعض الناس ممكن تكون ممتعضة من المشاكل اللي موجودة داخل البطولة، على قد ما انا في نفس الوقت مبسوط وسعيد جدا ان في محاولة مستمرة من جانب كل الاطراف داخل العراق ان الموضوع يخرج بألطف وبأحسن وبأجمل صورة ممكنة. يمكن النهاردة حتى في المباراة الثانية بالذات، المباراة ما بين المملكة العربية السعودية والمنتخب العراقي، كان المباراة فيها امطار شديدة وامطار غزيرة، ويمكن حتى بين الشوطين الوقت امتد لاكثر من ثلث ساعة استراحة ما بين الشوطين بسبب ان كان في محاولات لاخراج اكبر قدر ممكن من المياه من الملعب عشان خاطر اللعب يستمر. ولكن في اعتقادي ان المعوقات دي برغم وجودها هي ما بتمنعش ان احنا قصاد فرصة ذهبية بالنسبة للكرة العراقية وبالنسبة للعراق ككل ان هي ترجع كمكان تاني وكمحفل يقدر ان هو يستضيف كبار الاحداث الدولية. ويمكن دي الحاجة اللي اكد عليها جياني انفانتينو بعد حفلة الافتتاح بتاعة البطولة، وهي انها البطولة دي هتكون فرصة وبداية وعودة للعراق مرة تانية ان هي تقدر تستضيف على اراضيها المحافل الدولية، والاهم ان هي تستضيف مباريات المنتخب اللي فعلا محتاج دفعة معنوية كبيرة عشان خاطر يقدر يحقق الكثير فيما هو قادم. خلينا نبدأ بالمباراة ما بين العراق والسعودية، لان مباراة العراق والسعودية الحقيقة هي كانت سخونتها من قبل المباراة ما تبدأ، ما كانتش في المباراة نفسها برغم ان المباراة نفسها كان فيها احداث كتيرة جدا، ولكن السخونة هي لما جت هي جت من المدير الفني للمنتخب العراقي وهو الاسباني كساس. ليه؟ لان الراجل اتكلم على كذا نقطة متعلقة بالمنتخب العراقي، وفي اعتقادي ان اهم النقط دي هو التصريحات اللي كانت بتخرج، اللي يمكن بعض الناس كانت بتنتقد التصريحات، بتقول لك ان الراجل بيتكلم ان مش هدفه الفوز ببطولة كأس الخليج ولكن هدفه التأهل لكأس العالم، وان احنا لو حققنا بطولة كأس الخليج فاحنا مش هنبقى ابطال العالم، واذا ما حققناهاش فكده كده بالنسبة لنا ما كانتش الهدف. ويمكن التصريحات دي انا متفهم ان هي خلقة حالة من الامتعاض عند الشارع العراقي ككل، ومخليه الناس حاسة ان المدير الفني مش فارق معاه الموضوع او مش هايب معاه الموضوع، وان كان لما تبص جوه الملعب لا المدير الفني فارق معاه الموضوع جدا. ليه؟ لان النهارده المنتخب العراقي داخل باكتر من 3 او 4 تغييرات جوه الملعب على مستوى التشكيله، بيلعب باسلوب مختلف تماما قصاد المملكه العربيه السعوديه عن الاسلوب اللي لعب بيه المباراه الاولى. المباراه الاولى يمكن قصاد المنتخب العماني ما شفناش غير فرصتين حقيقيين طول ال 90 دقيقه، فرصه كانت في اول 5 دقائق وفرصه كانت في اخر 5 دقائق في الفاول بتاع درغام، على عكس المباراه قصاد المنتخب السعودي اللي كان فيها المنتخب العراقي لا بيحاول برغم الظروف الصعبه ان هو يقدر يتعامل مع المباراه.
ويمكن اللي سهل عليه الوضع شويه مش هنكذب هو فكره التعامل مع الامطار. ليه؟ لان المنتخب السعودي الناحيه الثانيه هو مش قادر يتعامل مع حاله الملعب على مستوى الامطار جوه الملعب، خاصه في الشوط الاول. الشوط الاول كان عذاب بالنسبه للمنتخب العراقي ان هو يوصل لمرمى المنتخب السعودي اساسا. ليه؟ لان المايه كانت دايما متركزه في الناحيه اليمين من الملعب وانت بتتفرج على التلفزيون، اللي هي في الشوط الاول كان ده مرمى المنتخب السعودي، واللي كان مطالب المنتخب السعودي ان هو يدافع عن مرماه قصاد هجمات المنتخب العراقي. المنتخب العراقي اللي حرفيا الحل الوحيد عشان تمشي بالكوره هو انك لازم تعليها، مفيش حته ان انا امشي بالكوره على الارض ولا ان انا اقدر اسيرها على الارض عادي. ونتيجه لكده شفنا المنتخب العراقي لما سجل الهدف الاول، الهدف الاول لما جه عن طريق ابراهيم بايش، الهدف جه من ضربه ثابته ومن ضربه ركنيه، اللي هو حرفيا كره عاليه، الكره عاليه والراجل زي ما جات له الكره حطها في المرمى، وبقت النتيجه 1-0 للمنتخب العراقي. ومن هنا بدا المنتخب العراقي ان هو يتحرك. ولكن مدى تاثير سوء الحاله بتاعه الامطار على المباراه انت ممكن تلاحظه في الهجمه اللي كانت في اول 10 دقائق في الشوط الثاني، الهجمه اللي كانت للمنتخب العراقي للاعب رقم 10 حسين سعيد. حسين يعني الراجل بيعدي، يعني هو كالمدافع السعوديه في نص ملي كده، اللي هو خلاص كان المدافع في اي ظروف طبيعيه خلاص هو رايح انفراد طبيعي جدا، ولكن الراجل بيجري بيزق والميه بتزق معاه، بيجري وبيزق والميه بتزق معاه، وبعدين بيجري فجاه الكره وراه، وجي بيجري وهو الكره وهو بيجري قدامه الكره وراه وبتاع، فاللي هو كان وضع من الصعب التعامل معاه من جانب لعيبه الفريقين مش من جانب المنتخب السعودي بس، اللي هو الوضع كان سيء على كلا الفريقين او كان صعب على كلا الفريقين. ولكن المنتخب العراقي هو كان عارف كويس جدا من اين تؤكل الكتف وازاي تتعامل معاها، وحتى الهدف الثاني اللي سجله كان هدف برضه جاي من ضربه ثابته وهدف جاي من ضربه ركنيه. الهدف الثاني سجله المنتخب العراقي بكره الحكم رجع فيها للفار عشان يشوف تجاوزت الخط ولا لا، وفعلا الكره تجاوزت الخط وقدر ان هو ينتصر. انا عارف ان الناس ممكن تكون متضايقه من تصريحات المدير الفني للمنتخب العراقي اللي بيتكلم فيها دايما على فكره ان كاس الخليج بالنسبه له ما هياش الهدف الاهم، ولكن في نفس الوقت انا عارف وانت عارف ومدير الفني للمنتخب العراقي عارف ان كاس الخليج هي بوابه العوده بالنسبه للمنتخب العراقي. ليه؟ لان المنتخب العراقي اللي انت بتتفرج عليه ده منتخب جاي من غير اللعيبه اللي موجوده في اوروبا، في 4 أو 5 لاعبين يفرقوا جدا مع تشكيلة المنتخب العراقي، منهم واحد انتوا عارفينه كويس جدا زي زيدان إقبال، دي لعيبة تفرق جدا على المستوى النفسي والذهني بالنسبة للمنتخب العراقي وتخليه يأدي بشكل أحسن، واللعيبة دي مش موجودة والقائمة اللي موجودة كلها قائمة محلية من اللعيبة المحليين المتاحة. المنتخب السعودي اللي انتصر عليه المنتخب العراقي النهاردة هو نفس المنتخب السعودي اللي ما لقاش صعوبة في ان هو ينتصر على المنتخب اليمني في المباراة الاولى، نفس المنتخب اليمني ده اللي كان قاب قوسين او ادنى في المباراة الاولى ان هو يحقق التعادل قصاد المنتخب العماني في مباراة استمر فيها الجنون لحد الدقيقة 94 بضرب الجزاء للمنتخب اليمني، قدر حارس المنتخب العماني ان هو يتصدى ليها وقدر ان هو يحل المشكلة. ويمكن من الحاجات اللي لاحظتها حتى في مردود الكرة العمانية ان في ناس كانت متضايقة من النتيجة بتاعة المباراة، او في ناس كانت متضايقة من اسلوب لعب المنتخب العماني بشكل او باخر، ويمكن ابرزهم طبعا كابتن خليل البلوشي اللي كان كتب بوست مفصل على الموضوع ده على الفيسبوك بيحكي على قصة ان هو كان شايف ان الاداء بتاع المنتخب العماني كان ممكن يكون احسن من كده، ولكن في اعتقادي المنتخب اليمني هو اللي كان شجاع، هو اللي كان بيحاول، هو اللي كان بيضغط بكل السبل الممكنة عشان يحاول ان هو يرجع في المباراة. وما ننساش ان سواء في المباراة ما بين السعودية والعراق او المباراة التانية اللي كانت ما بين عمان واليمن كان في مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة الأمطار. مشكلة الأمطار هي اللي صعبت الدنيا على الأربع فرق النهاردة في التعامل مع المباريات. ولكن أنا سعيد إن البطولة أخيرا بدأنا نشوف فيها مباريات هي فعلا فيها روح، فيها حماسة، فيها ضغط، لأن يمكن اليوم الأول كان يوم ممل شوية أو بارد شوية، ولكن بعدها دخلنا في المجموعة التانية. المجموعة التانية اتفرجنا فيها على قطر، اتفرجنا فيها على البحرين، اتفرجنا فيها على الإمارات، ابتدأنا نتفرج على فرق مختلفة بتلعب بأساليب مختلفة. ولكن منتخب العراق في مباراة النهاردة التحدي اللي كان واقع على المنتخب السعودي هو نفسه كان واقع على المنتخب العراقي، بل إن حجم الضغط اللي كان على المنتخب العراقي اكبر، لان انا زي ما قلت لك قبل كده الجمهور العراقي جعان كوره، وفي نفس الوقت الجمهور العراقي بيحب الكوره، فالنهارده لو كان خرج المنتخب العراقي باي نتيجه غير المكسب، الكلمتين اللي قالهم كساس المدير الفني للمنتخب العراق الراجل حرفيا كان هيبلعهم ويرجع بيهم على اسبانيا. فكون ان هو قدر ينتصر وقدر يطلع بالمكسب دي نقطه ايجابيه مهمه جدا. ايه ماذا يحمل القادم بالنسبه للفرق؟ الحقيقه اللي يحمله القادم بالنسبه للفرق بتاعه المجموعه دلوقتي ان المجموعه خلاص اتعقدت. ليه؟ لان انت بقى عندك منتخب العراق عنده 4 نقط، عندك منتخب السعوديه عنده 3 نقط، وعندك منتخب عمان الناحيه الثانيه عنده 4 نقط.
فاحنا دلوقتي هنخش على الجوله الاخيره. الجوله الاخيره هيبقى فيها مدعكه حرفيا على مستوى المجموعه دي، اللي هو كل واحد من الثلاث فرق من اصل الاربعه اللي موجودين في المجموعه ممكن ان هو يتاهل. بلا اقول لك يعني ازيدك من الشعر بيت، هو الاربعه لحد دلوقتي لسه عندهم فرص ان هم يتاهلوا، وان كان المنتخب اليمني هو اقل الفرص واقل الحظوظ في الموضوع ده. فبالمره قول لنا في الكومنتات تحت توقعاتك لشكل المجموعه اللي كلها اتلخبطت في بعضها دي هيبقى عامل ازاي في النهايه. ختاما كان معاكم ممدوح نصر الله عبر معرض الكره العراقيه المصور، نراكم على خير ان شاء الله في مناسبات لاحقه. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.